السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. يا أهلا بك ومرحبا. ربنا يبارك في عمرك وعملك يا رب العالمين. ولك بمثل في الله يا شيخنا الفاضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. آمين يا رب العالمين، وجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، وكل من قال آمين يا رب. آمين. تفضل. آمين يا رب. لي ثلاث أسئلة لو سمحت لي يا مولانا. تفضل. أول سؤال، أبنائي هل أحاسب عليهم لعدم صلاتهم منذ 10 سنوات أم عند البلوغ؟ أنت مسؤول عن رعيتك، لكن لست مسؤولا عن هدايتهم. بمعنى يعني هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. أنت تعرف أن سيدنا نوح دعا ابنه والولد أبى أن يسلم، هل تراه مسؤولا عنه؟ لا طبعا. بعد أن أدم عليه ليس مسؤولا عنه، لكن تقصيرك في التربية ستسأل عنه. يعني تقصيرك في النصح ستسأل عنه. في الصلاة من 10 سنوات تنصح وتذكر وتشتد وتلين على حسب المقامات، لكن بعد ذلك إذا أصر هو مسؤول عن نفسه. وإذا كانت هناك وسائل الهجران استعملتها بعد الإصرار والكلام والإقناع. يا أيها الذين آمنوا، حينئذ تتنزل الآية، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.